دائما ضمن رحلاتنا الصباحيه بنرصد الحاله الثقافيه. اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن حفل توقيع كتابين من سلسله كتب الصعوبات التعليميه للدكتوره وفاء شعبان والاستاذ حماده عبد السلام، ويمكن حكينا عنهم الاسبوع الماضي بتقرير موسع ضمن رحلاتنا الصباحيه. أكيد نور، ودائما بصباحنا مثل ما قلتي دائما نحاول نسلط الضوء على كل الإنجازات الثقافية الكتابية، ودائما بنحب نشجع الكتاب الجدد من خلال ضيوفنا لليوم من خلال خبرتهم. رح نحكي أكثر عن هدول الكتابين من خلال ضيوفنا لليوم، وبصرنا نرحب بمؤلفي الكتابين الدكتورة وفاء شعبان والأستاذ حمادة عبد السلام أبو غوش. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يعطيكم ألف عافية في بداية. يعافي قلبك، أهلا وسهلا. الله يعافيك. يمكن اليوم محتوى الكتابين جدا مهم، يعني بالعشر سنوات الأخيرة عم نشوف فعليا في توجه كتير كبير حول الصعوبات التعليمية أو صعوبات التعلم. خلينا نحكي عن محتوى الكتاب والهدف منه. صباح الخير. أهلا وسهلا. ألف عافية، ونحن بنتشكركم على أنه عم بتسلطوا الضوء على موضوع كتير كتير مهم. صحيح. مثل ما قلتي حضرتك، يعني موضوع صعوبات التعلم طبعا هو مو موضوع جديد. صحيح. هو موضوع قديم، لكن بينت آثاره أكثر هلأ بالوقت الحاضر، خاصة لأنه المجتمع صار في عنا وعي كتير مهم. يعني أي أم أو أي أسرة أو أي معلم حتى لما بيلاقي في بعض المشكلات أو الصعوبات عند تلاميذه أو أبنائهم فبيحاولوا أنه نحل هالمشكلة. صحيح. بصراحة نحن أنا والأستاذ حمادة عبد السلام من الأردن الشقيق تقريباً، نحن بنشتغل بموضوع صعوبات التعلم من حوالي 20 سنة. يعني ما بدنا نكبر حالنا كثير، بس فعلا من 20 سنة، واول الناس اللي عملنا دورات بصعوبات التعلم بسوريا. طبعا له الاستاذ حماده ايقونه ما شاء الله بصعوبات التعلم، فلذلك كمان بنتشكره اكيد وسعيدين بوجوده معنا. فنحن بصراحه عملنا عدد كثير من الدورات مشاركة مع الأستاذ حمادة، ومع كان في عنا كوادر قبل هلأ من سوريا ومن الأردن كمان. فكان هدفنا هلأ بصعوبات التعلم مثل ما قلتي أنه في هلأ انتشار واسع وتوجه شديد عليها، فلذلك نحن بدنا يكون التوجه هذا فعلا صحيح. يعني أي معلم أو أي أب بده يعرف يفرق ما بين الاضطراب لصعوبات التعلم وما بين الاضطرابات الأخرى. صحيح. فألفنا الكتاب الأول يلي هو هذا الكتاب، جذور صعوبات التعلم، جذور الصعوبات التعلمية وتجلياتها في القراءة والكتابة والرياضيات. بيعتبر هذا الكتاب هو أساس، خلينا نقول أساس نظري للموضوع يلي بده يبقى الناس كلياتها يلي نحن متأملين أنه يكون مراجع أساسية بالتربية الخاصة وتغني المكتبات العربية والمكتبات السورية بصورة خاصة. طبعا هذا بالكتاب بيتألف من 7 فصول أساسية، في عنا فصلين جدد تماما لم يتطرق أحد من سابقا لهم، هذا على حسب علمنا طبعا نحن على حسب ما على صحيح خبرتنا خبرت سنوات اكيد. نعم نعم. فخلينا نحكي الاستاذ اذا بده يضيف شيء عن اهميه اليوم هدول الكتابين لما نحكي عن 20 سنه من الخبره والمحتوى الاساسي لإلهم، لانه عم نشوف في توجه كثير كبير إلهم بالسنوات. نعم. الاخيره اولا اشكركم على استضافتنا في هذه المحطه الفضائيه الراقيه. الشيء الثاني بالنسبه للكتاب الاول كما ذكرت الدكتوره وفاء، هو يتضمن حقيقة معلومات نظرية وبعض المهارات العملية. أما الكتاب الثاني ففي المهارات العملية كان واضحة فيه، يعني أوردنا فيه حالة صعوبات تعلمية حقيقية، تطبيق عملي لصعوبات التعلم. الكتاب الثاني يتكون من 9 فصول. هذه الفصول حقيقة تلقي الضوء على جميع مجالات صعوبات التعلم، وامتزج فيها النظري بالعملي. يعني من يقرأ هذا الكتاب من القائمين على تعليم الطفل، معلمين كانوا أو أولياء أمور، بإمكانهم أن يتعرفوا صعوبات التعلم بالنسبة للمعلمين، يستطيعون أن يشخصوا تشخيصاً دقيقاً
حالة صعوبة تعلمية عند الطفل الذي يعاني من هذه الصعوبة. وكما تعلمون فإن الصعوبات التعلمية تعيق عملية التعلم. صحيح. يعني هنالك عوائق أو معيقات لعملية التعلم يطلق عليها barriers to learning بالإنجليزي، يعني حواجز أمام عملية التعلم. وإحنا في هذا الكتاب سلطنا الضوء على هذه العوامل، وفي نفس الوقت كيفية تقييمها والتغلب عليها في الكتاب الثالث إن شاء الله، اللي راح يكون برامج التدخل العلاجي النمائية والأكاديمية للتغلب على جذور الصعوبات التعلمية. نعم، هذا بالنسبة للكتابين. تفضلي أستاذ. نحن هلأ حضرتك عم تحكي عن هذا الكتاب، التقييم والتشخيص في صعوبات التعلم. يعني للأمانة يعني الكتابين عم يحملوا محتوى كتير مهم وهم. دكتورة، اليوم نحن كيف قادرين نسوق هذا المحتوى لنقدر نوصله لأكبر شريحة ممكنة؟ هلأ نحن بدينا يعني لحتى مو تسويق للكتابين، محتوى الكتابين لحتى يكون في عنا تطبيق عملي للكتاب، وخاصة تقييم وتشخيص. نحن كلياتنا نفتقر إلى موضوع كتير مهم هو التقييم والتشخيص. صحيح. هيك في يعني في تخالط اختلاط بين كيفيا فعليا اضطرابات متعددة مع صعوبات، عم يكون فينا نقول تشخيص خاطئ منذ البداية. تمام. يعني في تدخلات. تمام. نحن هلا مثلا عم نعمل دوره بالكتابين، ومباشره ما في شيء نظري، مباشره تطبيق عملي للكتابين. عم نعطي ادوات الكشف يلي بدها تكشف عن صعوبات التعلم. وكان في عنا بالملحق للكتاب الثاني هو هدول الاختبارات. خلينا نشوف مثلا هذا اختبار الاستعداد للتعلم. اختبار الاستعداد للتعلم بيتطبق معنا للأطفال من دون بعمر الروضة. يعني لاحظي السنوات الأولى. السنوات الأولى بعمر الروضة والصف الأول الابتدائي. كنا سابقا نفتقر إلى مثل هذه الأداة. ليه؟ لأنه دائما الصعوبات التعلم بشكل حقيقي تظهر في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية. أما نحن هلأ إذا كان الأهل وفي حاسين أنه عند أولادهم في مشكلة أو معلم الروضة في مشكلة، مباشرة نحن ممكن نلجأ إلى التقييم الأولي ونطلع النقاط الضعف عنده، أو نقول إذا في عنده مؤشر لصعوبات التعلم. طبعا كلياتنا بنعرف التدخل المبكر قديش بيلعب دور، كثير بيلعب دور. هذا اللي بدي اسال عنه، يعني التدخل المبكر. نحن عم نحكي لما نقول روضه او السنوات الاولى، يعني نحن عم نحكي عن المشكله منذ البدايه. بدي احكي معك استاذ، خلينا نحكي عن اهميه اليوم وصول هيدا المحتوى لاكبر شريحه ممكنه، لانه نحن عم نشوف في يعني الصعوبات التعليميه عم نشوف نسبه كبيره من الاطفال عندها هيدا الاضطراب. لما نقول في محتوى جدا مهم وضمن الكتاب الاول التي يعني نحن عم نتطرق لنقطتين لاول مره. نعم. عم يتم الالمام فيهم ضمن هيدا الكتاب. قديش بنختصر وقت اليوم وبنساعد كثير من الاطفال، لانه هيدا الاضطراب مشكلته في تداخلات مع الاضطرابات الاخرى. نعم. يعني احيانا بيكون في تشخيص خاطئ، بس لما يكون في المام منذ البدايه وصول هيدا المحتوى لاكبر شريحه خصوصا عند الاساتذه والمعلمين. نعم. لانه احيانا بيكون في اخطاء منهم، ما عم نحكي عن الاهل. نعم. والطفل. قديش مهم باختصار يمكن المرحلة، يعني اختصار وقت على الطفل. نعم. اختصار المشقة كلياتها عليه. هنالك شعار تربوي يقول جميع الأطفال قادرون على التعلم إذا استطعنا أن نتعلم كيف نقيم ونعلم هؤلاء الأطفال. ولذلك الكتاب الأول حقيقة اشتمل على معلومات نظرية وبعض المعلومات العملية. أما الكتاب الثاني ففيه أو في معظمه حقيقة مادة عملية، بمعنى في عنا إحنا عادة في مجال صعوبات التعلم عملية التقييم بتمر في ثلاثة مستويات. المستوى الأول بنسميه الكشف الأولي. أدوات الكشف الأولي جاءت في الكتاب الأول. أما أدوات الكشف الآن في المستوى الثاني اللي هو تقييم غير مقنن والتقييم المقنن فجاءت في الكتاب الثاني. جميع الأدوات الحقيقة، لأنه إحنا بنعرف أنه أهم شيء عملية التقييم. أنا بقيم بشخص. شو أشخص؟ يعني أضع العلة المسببة للصعوبة. صحيح. وأعرف أو أتعرف الآن على مواطن القوة والضعف عند هذا الطالب. وبعدين بناء على هذه المعلومات الآن أعد
البرنامج العلاجي المناسب للحالة، لحالة الصعوبات التعلمية. نعم بنتشكر لكم حضوركم، كنا عم نشوف هاد كثير فيه معلومات كثير حلوه مناسب للاعمار هنقول صغيره بتكون اليوم. شو المانع انه يكون مثل هيك كتب موجوده بالمنهاج المدرسي عند الاطفال يعني او المكتب يصير المدرسي ادراج المكتبة. يعني يصير ادراج للقصه يعني قد ايه مهم اليوم ندوات التوعيه للاهالي او للكادر التدريسي بالاعراض وبصعوبات التعلم بشكل عام يعني. لا طبعا الاختبارات بدها تكون من بايدي اختصاصيين مو بالمدارس، بس نحن ممكن في عندنا حملات توعويه ضمن المدارس لحتى المعلمين ياخذوا فكره عن موضوع صعوبات التعلم. لما نشوف طفل مثلا عنده مشكله بعض الاعراض فكر عدم تركيز او مشكله ما صعوبه التعلم تمام، ما هي صعوبه تعلميه. فلذلك نحن التوعيه بالنسبه للمعلمين وبالنسبه للاهالي مهمه جدا لحتى ممكن يصير في عندنا تدخل مبكر وممكن يتدخل يصير في عندنا برامج العلاجيه ان شاء الله حتكون بالكتاب الثالث لما بيكون هلا نحن حطينا مثل ما قال الاستاذ انه ايدنا على العله المسببه لهذه الصعوبه. صحيح. طب ما بيكفي اني انا احط بدي علاج. صحيح. فالعلاج اللي حيكون بالكتاب الثالث ان شاء الله البرامج العلاجيه. ليش؟ لانه حضرتك بتعرفي ان التقييم في له مستوي في له اول مستويات اكيد، وبعدين العله لها انواع يعني ممكن يكون في العمليات المعرفيه، ممكن يكون ادراك بصري، ممكن سمعي، ممكن بالذاكره العامله. فنحن نحن من خلال تصميم هذه الاختبارات نعرف بالتقييم ومن خلالهم وين العلة المسببة، سواء كانت بالوعي الصوتي ولا كانت بالذاكرة العاملة ولا كانت إدراكية ولا هذا السبب، وبناء على هالتقييم نحن بنحط البرامج العلاجيه والخطط العلاجيه. وقت ما خلص معكم بتمنى نستضيفكم بالمرحله الثالثه من الكتاب الثالث لنحكي بشكل موسع، بس استاذ حماد عبد السلام حابب تضيف شيء بالختام؟ والله انا في الكتاب الثاني الحقيقه اضفنا موضوعين حسب علمنا غير موجودين في الكتب على الاقل في اللغه العربيه او باللغه الانجليزيه الاجنبيه. الموضوع الأول اللي أضفناه اللي بنسميها الوظيفة التنفيذية executive functioning ودورها وتأثيرها على عملية التعلم وعلى صعوبات التعلم وعلى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يسموه attention deficit distractibility hyperactivity disorder ADHD اختصارها. هذه الحقيقة. الموضوع الثاني اللي هو أضفنا في هذا الكتاب، شو الموضوع الثاني أضفنا في هذا الكتاب غير هذا؟ النقطتين بالفصلين نعم اللي هي صعوبات التعلم في الدليل التشخيصي والإحصائي الطبعة الخامسة DSM-5 نعم يعني أسف للمقاطعة بس كان في نحن خلط بالتشخيص بالتقييم DSM-5 القديم يعني عندنا تشخيص قديم وتشخيص جديد. نعم. طب للحصول على الكتب في مكاتب ممكن يتم الحصول عليها؟ هلا موجود الكتاب متوفر في مركز الرواد للتربيه الخاصه، بس بعض المكتبات اللي لسه يعني ما صار في عندنا مجال لحتى دغري مباشره اشتغلنا بالدوره عاملين دوره هلا تدريبيه للعاملين وللمعلمين. فهلا ان شاء الله بدنا الكتاب طبعا بس متوفر بمركز الرواد للتربيه الخاصه. اذا سمحتي في المجال التربوي نحن نستخدم مفهوم صعوبات التعلم المحدده في هذا الدليل لانه بيستخدموه المختصين في الطب النفسي والعصبي يستخدموا اضطراب التعلم المحدد. صحيح. هو تشخيص طبي لكن احنا بنفضل استخدام صعوبات التعلم المحدد في المجال التربوي. أكيد الحديث معكم ممتع وفي استفادة كثير كبيرة لكل الناس. بنتشكركم بالختام على أمل فعليا بمحطات قادمة برحلاتنا الصباحية نحكي بشكل موسع أكثر. شكرا كثير لكم. شكرا لحضوركم. يعطيكم